السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، اموركم على خير؟ مرحبا بكم معايا في الفيديو جديد. ان شاء الله اليوم غادي ندير معكم واحد ساندويتش مختلف تماما على الساندويتشات اللي كديرو. هذا بحشوه جديده ومختلف تماما، وغادي ندير معكم واحد العصير سهل وزوين. بقاو معايا تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. غادي نحتاجو هنايا عندي واحد الخبز بلي زيبيناغ، يمكن ليكم تستعملوا خبز التورتيه العادي الا ما لقيتوش. بالنسبه هنا الناس اللي في امريكان في كندا راه موجود، انا كناخذو من اكمي. هذا الناس اللي في امريكا ياخذوه من كناخذو انا من اكمي. عندي هنا واحد المكوره صغيره او الملفوف، عندي واحد 100 غرام ديال الكوك محمر، عندي شويه ديال القمرون، وواحد شويه ديال الوراق البسباس، عندي شويه الملحه والبزار، وواحد المعلقه كبيره ديال السكر ما ضفتهاش، غادي نضيفها من بعد، وربعه ديال الكريمه. غادي ناخذ هنايا مقيله وغادي نسخنوها، وغادي نديرو فيها شويه ديال الزيت، وغادي نديرو فيها داك المكور اللي مقطع صغير اولا الملفوف، نديروه يتقلى. يعني بالنسبه لهاد المكور خليه يطيب وعطيوه الخاطر شويه حتى ينزل لكم مزيان، ويمكن لكم تضيفوا غير واحد نصف كاس ديال الماء الا ما بغاش يطيب لكم، تزيدوا واحد نصف كاس ديال الماء وتخليوه من بعد وتصبروا عليه حتى يطيب مزيان. غادي ناخذ داك القمرون ديالنا وغادي نقسموه قطع صغيره، انا هذا القمرون هذا سلقته غير شي شويه، غير واحد جوج دقائق في الماء، صافي غادي نكملوا الكميه كامله بحال هكا. غادي نقطعوها، غادي نبقاو نقلبوا في هذاك الملفوف ديالنا، كل مره نبقاو نحركوه، وكيف ما قلت لكم نعطيوه الخاطر حتى يهبط لينا مزيان ويطيب. غادي نسد عليه وغادي نقص عليه البوطه ونخليه مازال يطيب. انا راه كنت ضفت عليه واحد نص كاس ديال الماء، وكيجي حتى على هذا الشكل هذا بحال هكا. هكا راه كان طيب مزيان. غادي نزيدو عليه هذاك القمرون اللي قطعناه قطع صغيره،
هناخدو ديك المليحه والبزارات غادي نضيفوهم. وكيف قلت لكم راه نسيت، يعني سمحوا لي نسيت واحد المعلقه ديال السنيده ضروري في هذه الوصفه هذه، راه نسيتها وضفتها انا هادشي كيف غتشوفوا في الفيديو ضفتها حتى الاخر، يعني ما حطيتهاش لكم مع المكونات. راه ضروري خاصكم تزيدوا من بعد ملي غنضيفوا الكريمه ضروري نزيدوا واحد المعلقه كبيره ديال السكر حبيبات او السنيده. دابا كيف كتشوفوا مني خليت غير واحد شويه القمرون مع الملفوف، انا زدت عليه الكريمه غادي ندير غادي نضيف الكوك اللي حمرته من قبل. كيف كتشوفوا ضفت غير نص الكميه اللي وريتكم في المقادير. غادي نزيد شويه ديال اوريقه البسبس غير واحد شويه على ديك النسمه ديالو. صافي ها هي الحشوه ديالنا واجده، غادي نطفي عليها. عفوا قبل ما غادي نطفي عليها ضروري نزيد هذيك المعلقه ديال السكر لانني نسيتها سمحوا لي. دابا غادي ناخذوا هاد الخبز ديالنا، كيف كتشوفوا راه هما بليزيبينا او بالسبانخ. كيف قلت لكم ممكن تستعملوا غير الخبز التورتية العادي الا ما متوفرش عندكم، ولكن انا يعني من الافضل هاد اللي وريتكم دابا. صافي كناخدوها كناخدو الجهه اللي ملسه هي اللي كنديروها الفوق، كنخليو الجهه اللي شويه حرشه هي اللي على برا. كنقادو الحشوه الوسط وغادي نسدوها بهذه الطريقه اللي منتحه في الفيديو. حاجاني انا همرت معكم واحده اخرى باش تشوفوا الطريقه مزيان. يعني كنظن ان الطريقه واضحه في الفيديو.
دابا غادي ندير معكم واحد العصير سهل. كيف غادي تشوفوا معايا، غادي نحتاجوا ليه عصير البرتقال ولا الليمون كيف كنقولوا ليه حنا بالدارجه، وغادي نحتاج الانواع ديال التوت بلوبريز وراسبيري. وغادي نحتاجو السكر حبيبات على حسب الذوق. صافي كيف ما تشوفوا هانتوما طحنتو في الخلاط الكهربائي، كيجي على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا، سهل وكيجي غزال. هذا هو الشكل النهائي ديال الساندويتش ديالنا ديال اليوم من بعد ما درتو في اله البانيني، وهذا العصير اللي درت معاكم. غادي نقسم لكم واحد ساندويتش تشوفوه كيفاش جا من الداخل، كيجي على هذا الشكل هذا، راه كيجي زوين غير جربوه. ونتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وما تنساونيش بلي لايك ديالكم وتشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. نشوفكم فيديو اخر ان شاء الله. بسلامه عليكم.